السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمزة سالم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو راح يكون هو عبارة عن درس عملي تكملة خلينا نقول الكلام اللي ذكرته في أكثر من حلقة على موضوع الـ PWA اللي هن الـ Web Progressive Application. تمام، الويب بروجريسيف ابلكيشن هي خلينا نسميها هي مرحله ما بين الويب وما بين الموبايل. لما زمان لما كنا نبني التطبيقات كنا نبني الويب سايتس. لما كنا نبني الويب سايتس ان جنرال كنا بعد ما نبنيها للويب نبنيها للموبايل. لكن العالم الان قاعد بيختلف وقاعدين بنطلع على عالم جديد اسمه عالم الويب الموبايل براوزنج. هسه صارت الفكره الرئيسيه انك انت اليوم تبني شيء موبايل بالبداية، بعدين تكون إذا بدك تخصصه مثلا يفتح على الديسكتوب. تمام، اليوم أنا وياكم رح أمشي معكم خطوة بخطوة شو هو الـ PWA، ورح أحاول قدر الإمكان نطبق الدرس الموجود. طبعا زي ما انتم شايفين رح أترك لكم الرابط ممكن تمشوا عليه بالتفصيل. طيب الويب بروجريسيف ابلكيشن خلينا نشوف إيش هو أصلا. أولا الفكرة الرئيسية منه إن أنت اليوم بعد ما تعمل الويب سايت تبعك او تبني الويب بروجريسيف ابلكيشن انت اليوم تقدر تنزله عندك على التليفون، بصير زي يوزر ابلكيشن. شغله ثانيه بيكون اوفلاين، فمثلا اذا عندك ايمجز عندك اشياء جوا بتظلها موجوده، بتقدر تو اكسس الكاميرا، بتقدر تصل لموضوع البوش نوتيفيكيشن، وبتقدر تعمل باك جراوند سينكرونايزيشن، يعني انك انت تعمل كل الخصائص. هاي الثلاث خصائص هي خاصه للموبايل ابلكيشنز. تمام، طيب خلينا نشوف شو هو الطريقة اللي الجماعة هنشغلين عليها. أول شيء بقول لك بدك تعمل أب HTML file اسمه index.html. طيب خلينا نأخذ هذا ال index.html، نأخذه copy ونروح هنا نعمل touch index، خلينا نسميه مثلا bwa dots، أو حتى ممكن نعمل make directory نعمله نسميه مثلا bwa html. بعدين نروح جواته ونعمل creation للأشياء هاي. طيب الأولى أول شيء بدنا نعمل touch dot index dot html dot html. طيب خلينا نعمل توتش، بعدين ندخل على الملف نفسه نروح نشوفه. ما راح استخدم الفيجوال ستوديو كود، حاول قدر الامكان استخدم خلينا نسميها التول، خلينا نسميها الاشياء السريعه زي النوت باد بلس بلس. احيانا بكون طبعا انا شغلت ملف ما بعرف ايش هو، هسه بنشوف ايش الملف نفسه اللي انا شغلته. طيب خلينا نعمل له كانسل قبل ما يبلش. هاي عملت له كانسل. طيب هاي الملف موجود، بدي افتحه باستخدام النوت باد بلس بلس على اساس اني ما اشتغلش على، مع اني يعني احيانا الفيجوال ستوديو كود احيانا بكون مسلي يعني تقدر تشتغل عليه. طيب خلينا نسكر هذا الملف. يلا انا هيك نسخت الملف الاول اللي انا المفروض اللي انا ماخذه من هنا. طبعا هذا زي ما انت شايفه ملف HTML، في عندنا في ملف CSS وفي عندي ملف جافا سكريبت. هسه راح نشوف وين هذول الملفين اولا موجودين. طيب خلينا نشوف. اولا بقول لك الستايلينج بدك تعمل ملف اللي هو CSS. خلينا ناخذ ملف CSS. لاحظ انه احنا للان ما عملنا ايش، احنا قاعدين نبني ويب ابلكيشن بسيط. خلينا نحكي CSS، نعمل توتش له نسميه style.css. لاحظ انه احنا هنا قاعدين بس بنعمل بالويب ابلكيشن اللي هم طالبينه، لسه ما بلشنا في مرحله التغيير ل ويب بروجريسيف ابلكيشن. طيب وايش كمان بدنا اللي هي كمان ضاف هاي ليش ما اعطاني اياها مره واحده. اوكي هسه نتاكد، ناخذهم كنترول سي، هيك نسخنا كل الاشياء هنا. طيب ايش بدنا؟ بدنا الجافا سكريبت. في عندي الاب، لاحظ انه هنا بده يعبي المعلومات اللي هن الايمجز. يعني هذا الجافا سكريبت اصلا هو المفروض انه يعني بس للملف نفسه، يعني زي ما انتم شايفين. نعمل توتش، انا ما بعملش فولدرات، راح احطهم هيك مثلا اب جي اس مثلا،
بعدين اروح على الملف نفسه افتحه احط فيه الصور اللي هو المفروض هو اصلا يعني بدنا نحط صور مكانه. هسه بنروح نشوف صور وبناخذهم. تمام، مثلا بدي اخذ هاي الصورة، انسخ مكان الصورة، وبدل الصور الموجودة هنا بدي اغيرهم لا هاي الصورة عشان لما نفتح الابليكيشن يشتغل بهاي الطريقة. طيب خلينا نتأكد. طيب هسه هنا المفروض اني انا لو بشغله المفروض انه يشتغل اموره تمام، بس لا تنسى شغلة، انا ما عملت ملف اسمه CSS وما عملت ملف اسمه JS. تمام، المفروض لو باجي بشغل هذا الاندكس ايش يطلع لي؟ ما طلع لي ولا اشي. ليش؟ نتأكد، ما طلع ولا اشي. عندي كونتينر، هاي الكونتينر، عندي ملف الاب جي اس، بدور على الكويري اللي هي الكونتينر اللي هي كوفي. بس المفروض انه ما الملف الجي اس ما اشتغل. اوكي. انا ما عملت ما ضفت اللي هي كود الإضافة، كنترول سي، هيك المفروض لما أعمل ريفرش مفروض يشتغل معي شيء. فعليا زي ما انتم شايفين هيك أنا شغلته للويب أبليكيشن، هيك الويب أبليكيشن صار شغال. إيش يعني؟ ملف CSS HTML جافا سكريبت، كلهن أسهل منهم ما في، بسيط جدا. طيب هسه بدنا نبلش في الخطوات الخاصة في الويب بروجريسيف أبليكيشن. أول شيء في شيء عندنا اسمه المانيفست. تمام، المانيفست هو ملف جيسون، فانا اليوم بدي اعمل توتشينج له، نروح عليه نشوف ايش هو هذا الملف. هذا الملف هو اهم ملف بالنسبه لنا حتى يتعرف عنا انه موقعنا هو عباره عن، او الويب ابلكيشن اللي انا بشتغل عليه هو عباره عن ويب بروجريسيف ابلكيشن. خلينا نشوف شو هذا المانيفست، ناخذه كوبي وناخذه بيست ونعمل سيف. طيب لاحظ انه هنا الملف هذا في اشي اسمه نيم، في عندك الشورت نيم، الشورت نيم اللي هو بده يطلع الابليكيشن، النيم هو النيم الرئيسي، الستارت يو ار ال من وين راح يبلش يشتغل هنا. المانيفست تقدر تسميه زي كانه المانيفست الخاص للبريدجينج ما بين الويب وما بين الموبايل، يعني هذا بخليك تعرف معلومات عن الويب ابليكيشن. يعني الموبايل بصير يقرا من هنا، بقرا النيم تمام، بقرا الباك جراوند اللي راح تطلع، بقرا الثيم، بقرا الاورينتيشن اذا بدك اياه مثلا يكون بورتريت او مستقيم فيرتيكال، بقرا اللي هن كمان الايكونز. شو هن الايكونز؟ اللي هن الايكونز الخاصات في شو الخاص، يعني شو شو بسموها الايكون اللي بدك اياها تطلع على الشاشه لما انا اعمل اد للموقع تبعك على الموقع نفسه. طيب بورجيكم شغله كمان في manifest icon generator. تمام، هذه طبعا موجود كثير مواقع زي هيك ورائع هاي المواقع، بتعمل عليها upload تمام، بيعمل لك generate لكل الصور اللي انت بدك اياها. خلينا مثلا ناخذ صورة على سبيل المثال او حتى music، خليني بدي اخذ مثلا بدي صورة هيك بسيطة مثلا react native، اعمل له، وطبعا هنا بتقدر تعمل كرييشن لإله للملف اللي بدك اياه، مثلا خلينا نسميه ماي اب. تمام، الشورت نيم اسمه ماي بي مايب. اوكي، هنا بتقدر تغير الكلر، البراوزر، اني اورينتيشن ولا اشي، بدي اعمل جنريت وهي جنريت. خلينا نشوف ايش راح يطلع معنا الملف. ايوه نزل لي اياه، هذا هو المانيفست اللي انا بدي اشتغل عليه. طيب زي ما انت شايف انا نسخت هنا كوبي بيست للملف المانيفست الاصلي من الملف نفسه، لكن انا ما بدي اياه نفسه، بدي اعدل عليه شويه وبدي احط معلوماتي انا هسه. تمام، اعمل اكستراكت هير ونشوف شو الاشياء الموجوده، نعمل له يس تو اول ونشوف. طبعا هو على الاغلب انه بدل المانيفست، فعلا بدل المانيفست وغير المانيفست في الاشياء اللي انا حاطها عندي انا هنا. فمثلا في عندي ايمجز هسه صار في عندي ايمج ايكون كذا كذا كذا، كل هاي الاشياء صارت موجوده. طيب وين هن الاشياء موجوده هنا؟ موجودات جوا الايكون، هاي هن الايمجز المفروض. خلينا نجرب نفتح واحده بس عشان نتاكد انه شغاله الايمجز.
تمام. هاي الايمج شغالة، انا عاملها انه حاط صورة الرياكت نيتف. لاحظ انه هذا المانيفست اليوم بيوفر عليك كثير اشياء، بخليك تقدر تكتب الاسم وتعمل كل اشي وزي هيك. فانت اليوم هيك عملت جنريشن للملف المانيفست، فيش داعي تنسخ هذا، فيش داعي تنسخ الملف، لا روح اعمل له جنريشن من اللي هو الاب مانيفست جنريشن جنريتور. طبعا بتختار منه الصورة، بتختار منه كل شيء، بتقدر كمان تختار شغلة منه اللي هي السبلاش سكرين، لان السبلاش بيجز بتقدر تحط كمان الايكون بصير تطلع وتطلع وراها الثيم. طيب في الاندكس كمان ايش بدك تضيف؟ بدك تضيف هاي الاشياء اللي هن الخاصة في ابل تاتش، تمام؟ الابل تاتش او خلينا نسميها شو بسموها هاي، او طبعا بدك تعمل كمان المانيفست بسموها الايكونز، اللي هن الايكونز اللي عادة بتطلع لك على ابل، ابل غير اندرويد احيانا، تمام؟ هاي بس للاي او اس، تمام؟ فانت هنا بتدخل بتاخذ بتتاكد انه هاي الايمجز موجوده جوا الايكونز، لانه احنا هنا ايمجز اسم الملف ايمجز، في ملف اسمه ايكونز، تاكد من كل إشي نفسه، والمانيفست موجود على على المصدر الرئيسي، اعمل كله سيف. هيك انا ضفتهم عندي هنا. طيب في اهم نقطه وهي ما يسمى بالسيرفيس وركر. اذا بدك تقدر تسمي السيرفيس وركر هو عباره عن شيء بيعمل لك كاشينج لكل الاشياء اللي انت بدك اياها من الموقع. يعني بدل ما السيرفيس وركر اللي هي خلينا نسميها انك انت اليوم قاعد تشبك على الموقع، بدل ما تقعد تنزل كل شيء مره ثانيه، لا خلص بديش انزل كل شيء، بدي اياك تصير لما تدخل مره ثانيه هاي الاشياء تكون موجوده عندك. طيب شوف مثلا بدك تعمل ملف اسمه serviceworker.js، لا 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 اوكي نعمل نسخ له، وبنيجي هنا بنعمل تاتش ونشوف السيرفيس وركر وندخل عليه، وين السيرفيس وركر؟ هيو تمام. هذا السيرفيس وركر طلع ايش بدي اسوي، بدي اخذ هذا كوبي بيست ونشوف ايش يعني السيرفيس وركر كيف بيشتغل. طيب السيرفيس وركر اول شيء بيجي بياخذ لك كل الايمجز الموجوده، طبعا هاي الايمجز مش موجوده عندنا فعشان هيك راح اشيلها، تمام. في عندي انا الملف الاندكس، في عندي ملف الستايل، ملف الجي اس، تذكر انه اذا غيرت اي شيء هنا انك تغير كنترول زد، اللي هو انا هنا ما حطيت ملفات جديده. طيب زي ما انت شايف هاي هي الملفات الرئيسيه اللي اليوم انت بعتبرها اسيتس، تمام. فهاي الاشياء بده يصير يعمل لها ايش؟ كاشينج. لاحظ لو انت عندك مثلا 50 او 40 صوره، انا هنا ما عنديش صور عشان هيك ما تغلبت في الموضوع، بدي اعمل شغله هسه لطيفه بس اورجيكم اياها. سيف، وبدي اجي هنا على الملف نفسه واخذه هنا، تمام، اللي هي السورس جي اي اف فايه، وبدي اروح على الملف اللي انا اصلا موجود فيه اللي هو ملف الجي اس اللي احنا اصلا ماخذين الصور منه كله، بدي امحي هذول وبدي اخلي بس هاي الايمج، تمام. يعني ما بدي اخلي الايمج بتيجي من رابط، لا بدي اياها تصير ايش؟ مسيه فيجوال ويب ابلكيشن، تمام. هيك انا سيفتها، هسه المفروض انه الايمج هاي بتصير ايش؟ نعمل لها كاشينج، بس لازم اضيفها لوين؟ على السيرفيس وركر. خليني اتاكد، هيها الايمج، وهيك انا لا كنترول واي كنترول واي، بدنا نشيل كل هاي الاشياء ونضيف اللي هي الايمج. زي ما انت شايف هيك المفروض انا ضفت الايمج، الايمج صارت موجوده عندي، المفروض هسه بنعمل لها ايش؟ كاشينج. طيب هل احنا هيك خلصنا؟ خلينا نروح نشوف المقاله ايش بتحكي لنا. خلصنا السيرفيس وركر تمام 100%، هيك المفروض انه نزل. طيب هسه بقول لك كيف بدك تشيكه، بدك تتاكد من الكاشينج عن طريق الموقع نفسه. طيب خلينا بس نتاكد انه انا اليوم عامل فيتش للاسيتس، كمان نشوف هو نفس الاوبن للكاشينج، في معمول هنا اللي هو للفيتش، هنا في حاله الانستول وهنا في حاله الفيتش، تمام. فانا الانستول راح ينزل بالفيتشينج راح يكون شغال. طيب ايش في هنا كمان شغله لازم نضيفها؟ ريجستر السيرفيس وركر. السيرفيس وركر الان انا ما شغلته، هنا ايش لازم تسوي؟ لازم تشغله جوا الاب جي اس، يعني عندك جوا ملف الجافا سكريبت بدك تيجي تضيف ملف السيرفيس وركر، وهيك بصير السيرفيس وركر مسجل اموره 100%. طيب
خلينا ما دام هيك نشغل الموقع عندنا على البراوزر ونتأكد إن الأمور تمام 100%. طيب خلينا نشوف كيف صار معنا شكل الموقع. طيب هيك الموقع موجود معنا. بدي أفتح اللي هي الذاكرة أو التخزين ونتأكد إيش هو أصلاً مسيفنا هنا. المخزون المحلي مسميها مخزون الجلسة، مخزون الخبيئة، ولا إشي يعني عربي درجة أولى، عربي إشي مش طبيعي. طيب خلينا نشوف هنا الكوكيز إيش المسيف عندنا هنا. هاي هي الكوكيز. طيب مرة ثانية راح أعمل ريفرش بدي أتأكد. مخزون الجلسة. طيب هيك المفروض انه انضافت. انا المشكلة هذا لانه عربي مش قادر الحق عليه. خلينا نفتحه باستخدام مثلا كروم. بدي اتأكد انه شغال اموره 100%. في على فكرة شغلة غريبة كأني شفت اضافة. يا لقطتو كاركتر هنا. طيب انا هنا هيك المفروض شغال. الكروم لسه ما اشتغل. طيب بدي اسكره وبدي اتاكد منه. طيب هسه عشان تتاكد انه الـ 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 انه اشتغل لازم نور معك في مرحله اللي هي مرحله الكاشنج زي ما حكينا عنها، انك تفتحه وتتاكد انه هل هذا عن جد الشيء قاعد بنعمل له كاشنج. يعني انا اليوم جوا هذا الموبايل اب او خلينا نسميه الويب بروجريسيف ابلكيشن، ايش اللي صار هسه في الخلفيه عندي؟ هل عن جد هاي الاشياء الصوره قاعده بتتسيف؟ يعني انا اليوم لو برفعه اونلاين هل هذا الشيء بيشتغل؟ طيب انا راح ارفعه اونلاين وراح اجرب لكم اياه جوا الموبايل ابلكيشن وراح اورجيكم كيف الاشي لو انا بدي اضيفه كيف راح يصير.